ودوا Zizi, I أن see you're أسأل quickly taking notes there, الرئيس a man السيسي، of فقد كان detail. يكتب Did بعض you want to provide some الملاحظات. closing أود analysis here for the opening من ceremony سيادتكم your أن assistant. تقوم بتقديم بعض التعليقات في الإيجاز نهاية هذه الجلسة. شكرا جزيلا، واسمحوا لي في البداية ان انا ارحب بالحضور اللي موجود معانا هنا من السادة الوزراء والشركات والشركاء اللي موجودين معانا، واشكرهم على وجودهم معانا، وارجو ان احنا نقدر يعني من خلال تواجدهم نمثل او نعمل دفعة قوية جدا في الموضوعات اللي هيتم التناول ليها. الموضوع اللي انتوا اتكلمتوا فيه موضوع مهم قوي، هو موضوع خاص، يمكن هو جزء من القضية اللي بتمر بأفريقيا. أفريقيا لأسباب تاريخية كانت دايما متأخرة، ولما وصلت لمرحلة يعني التقدم الإنساني اللي حصل في العالم كله كان دايما في أفريقيا، وإحنا جزء منها كنا دايما متأخرين، وبالتالي التمن ده مش ممكن هنفضل كدول أفريقية نفضل ندفعه. مش معقول ان يكون احنا ندفع هذا الثمن كدول افريقيه، تدفع ثمن الاثار اللي كانت نجمت عن الفتره اللي كان فيها تواجد استعماري في القاره واستغلال مواردها لسنوات طويله جدا، وبالتالي القاره بقت يعني بمنتهى التواضع كده هي اقل قارات العالم تقريبا تقدما، واكثر قارات العالم يمكن في محدوديه دخلها، وحجم الفقر والجهل والتخلف اللي موجود حجم ضخم جدا. انا مش هتكلم بالمسار اللي انتوا اتكلمتوا فيه بالظبط، يعني الدكتوره اماني اتكلمت على ان في نص سكان القاره ما عندهمش طاقه، وفي 400 الف بيموتوا نتيجه استخدام الخشب ومواد اوليه جدا جدا في الاشعال. تفتكروا دول زي كده تفتكروا هي تستطيع ان تتعامل مع مطالب الطاقه الجديده والمتجدده؟ وهديكم مثال، احنا في مصر لما اتكلمنا خلال 7 سنوات اللي فاتوا دول قمنا بمشروعات للبنيه الاساسيه اتكلفت 400 مليار دولار. وحياه كريمه اللي ذكرت دلوقتي سواء من الدكتور طارق او من الدكتوره اماني، ده هتكلفنا 40 مليار دولار عشان نقدر نقول ان احنا بنضع نفسينا في مجال مناسب. لو عايز تقارن دولة زي، من غير ما اجيب اسماء، عايز اقارن دولة زي مصر عشان انا اقدر اكون يعني محطة او مركز للطاقة، طاقة الكهرباء على سبيل المثال، كان لابد ان يكون شبكة الكهرباء في مصر وشبكة النقل بتاعتها والتحكم فيها والانتاج قادرة على استيعاب النقل لينا، لدولة زي ليبيا، لدولة زي السودان، لدولة زي إسرائيل، لدولة زي الأردن، لدولة زي السعودية. ده عشان، طب ده موجود في كل قارتنا، في كل دول القارة الأفريقية. أنا بقول كده لأن شركات البترول والغاز موجودة دلوقتي، موجودة معانا هنا، وأنتم شفتم عندما يعني قل الاستثمار خلال فترة الجائحة تحسبا من ان الجائحه دي نهايه الدنيا، فقلت الاستثمارات، لما قلت الاستثمارات قل الانتاج بصفه عامه في العالم، لما قل الانتاج بشكل او باخر في ومع عوده الحياه مره تانية بمعدلاتها الطبيعيه ويمكن تزيد لان احنا محتاجين نضخ استثمارات اكتر. اذا عشان نتكلم على افريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، انت سألت سؤال مهم قوي في الاخر، قلت انت بتتوقع او تتمنى ان المؤتمر يخرج بايه، فهو قال انا بضيف بقول قرارات موضوعية متوازنة وعادلة حتى لا يدفع الافارقة مرتين فاتورة الظروف اللي مروا بيها. ما ينفعش البنية الاساسية للقارة الافريقية عشان تتعمل، وانا هنا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة خلال ال7 سنين اللي فاتوا عشان توصل لحالة الرضا اللي تديها للمواطن في مصر. انا بتكلم صرفنا ما يقرب من 400 مليار دولار. بالمناسبة في اي وقت من الاوقات كنا بنحاول نعمل
اصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري ما عندوش استعداد يتجاوب معانا. لكن لما وجد النتائج والاثار بتاعه البنيه اللي انا بتكلم عليها دي تحمل اثار اقتصاديه صعبه، بس هو شاف ده على الواقع قدامه ونتائجه ايه. نرجع بقى مره تانية، اذا احنا مع اشقائنا في افريقيا، وارجو ان شركات البترول اللي موجوده معانا والغاز اللي موجوده معانا توصل صوتنا كمان من دلوقتي وتتحدث باسمنا، لاسباب انسانيه ولاسباب اخلاقيه ولاسباب اقتصاديه. احنا بنتكلم بنقول النهارده ان اكتر من 50 دوله افريقيه تفتكر ان هي جاهزه لتنفيذ التزامات الطاقه الجديده والمتجدده خلال 20-30 سنة القادمة. ده ارجو ان انتوا تتابعوا حالة عدم الاستقرار اللي موجود في قارتنا، وحالة وتنامي الارهاب والتطرف اللي موجود في قارتنا. ده ناجم عن ايه؟ ده ناجم عن قدرات محدودة. ده محتاج مننا ان احنا ننظر لافريقيا مش فقط من ان احنا نعطي فترة انتقالية اكبر للقارة الافريقية، لا، احنا المفروض ان احنا بقول تاني لاسباب اخلاقية وانسانية واقتصادية. حد يقول اقتصادية انك انت تدعم تقوي قدرة القارة الافريقية، اقولك ايوه، انت هتحول سوق افريقي في مليار خلال 20-30 سنة القادمين حاصل الى مليار ونص، مليار وخمسمائة مليون، من اكبر القارات هتبقى من اكبر القارات اللي فيها نسبة سكان بعد اسيا. انت هتحولهم الى سوق غني يقدر يشتري منتجات العالم الصناعي اللي موجود دلوقتي. احنا سوق صحيح، بس سوقنا مش غني، لان احنا قدراتنا كدول قدرات متواضعة. فانا النهاردة لو انا جيت كشركات بترول، هو البترول والغاز يساوي ايه؟ يساوي المال. طب انت بتحرمني من المال المتاح ليا دلوقتي في ارضي، بعد انت يا يعني ما خدت الكلام ده على مدار 50-60-70 سنة اللي فاتوا وتغنيت انت، وانا زي ما انا زي ما انا مين يعني، انا الدول الافريقية، انا زي ما انا فقير. لما جات ان بقى في فرصة عندي بتقولي لا ما تطلعش بقى. طب ما تطلعش ايه؟ لا، عايزين تقولوا ان احنا يبقى الامر ده كده، اذا الغني يطلع يدي الفقير، الغني يطلع يد الفقير. بالمناسبة انا ما عنديش، قلت الكلام ده هنا على المستوى في مصر، احنا لما جت الجائحة العالم كله تصور نهاية الدنيا، احنا ما تصورناش انها نهاية الدنيا، لان احنا عارفين ان الدنيا مش هتنتهي بالطريقة دي، وعارفين ان قدرات الانسان العلمية، هذا العقل الجبار اللي ربنا وهبه للانسان دونا عن المخلوقات كلها، قادر على التغلب على اي امر موجود فيه. وتعاملنا عشان كده، ويمكن احنا من الدول القليله في العالم اللي حققت نمو اقتصادي ايجابي في الظروف اللي احنا فيها، لم نتوقف. اخذنا اجراءات احترازيه وتعاملنا مع الجائحه بالمعايير اللي منظمه الصحه العالميه شرحتها لنا وتحركنا فيها، لكن لم نتوقف لحظه عن العمل. ما كانش فيه جديد، يعني قبل جائحة زي بعد جائحة بالنسبة لنا. وأنا بقول لكم النهاردة تغير المناخ العالم الإنساني أو البشر قادر على تجاوزه، ويمكن أنا ما أقدرش أقول ده دلوقتي لسني، لكن للشباب الصغير اللي موجود اللي عنده واللي هو الأجيال القادمة، لا تنزعجوا من هذه التحديات، فالإنسان قادر على التغلب عليها. هنتغلب عليها مفيش كلام، هيفضل الانسان يطور ويكبر ويخلي الكره الارضيه دي يعني معجزه كبيره جدا جدا. اختم كلامي واقول ان احنا عايزين من الشركات اللي موجوده معانا انها تكون صوتنا من دلوقتي، مش حتى قبل ما الموقف يجي في نوفمبر من السنه دي، نوفمبر القادم يعني، لا، من دلوقتي من فضلكم لازم تراعوا ان القارة الافريقية محتاجة تعمل بنية اساسية ومحتاجة اموال من ثرواتها اللي موجودة، وعايزة فترة انتقالية اكبر حتى تنتقل من الحالة اللي موجودة ديت او اللي احنا بنتمناها فيما يخص
استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل أكبر وأوسع من الوضع الحالي اللي موجود في قارتنا. أنا بشكركم وسعيد بلقائكم وإن شاء الله تنعموا بتواجدكم معنا هنا في مصر. بالنسبة لمحطة CNN بنرحب بيك ونقول لك عندك فرصة إنك تنزل وتلف في مصر وتتكلم مع الناس وتشوف الموقف المصري. شكرا جزيلا. Thank you. Thank you. Just a final word. I'd like a leader who takes notes but never looks at the notes to give an extemporaneous round of comments. Thank you for that. شكرا جزيلا سيد الرئيس على هذه التعليقات الثرية وكمقترح للاجتماع القادم أو المؤتمر القادم. لابد أن يكون لدينا تدخلات من السيد الرئيس لأنه دائما يكتب الملاحظات. شكرا جزيلا سيد الرئيس. شكرا جزيلا لكم. وأخيرا أشكر المتحدثين لهذه الجلسة المثمرة. أشكركم جزيلا لحسن استماعكم. أشكركم لاشتراككم في هذه الجلسة التناقشية. شكرا جزيلا السيدات والسادة.